بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشوط الثاني من المباراة بين نادي الزمالك ونادي الصفوة. يبقى على شمالك نادي الزمالك بزيه الأبيض، وعلى يمينك نادي الصفوة بزيه الأخضر. وما زالت النتيجة 3-3 النادي الزمالك لا شيء. ناجم 24 وخارج كابتن الفرقة 36. خرج 17 ونزل رقم 26. اسمه ايه 26 يا خرج؟ ونزل محمد كمال. Fight the flag, fight the flag, fight the flag, fight the flag, fight the flag.
خش 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 انزل انت انزل انت صفا ماشي محمد تاني محمد تاني محمد انا بعدين لا جاي طبعا جاي اه تمام ماضي في اعتراض على حد؟ في اعتراض؟ جون الجون الرابع لنادي الزمالك واللي جابه يلا حد 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 رقم 7 تغيير خرج 4 ونزل 12 72
فوز نادي الزمالك 4-0.